بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 12. تولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. هذه رسالة من السائل أحمد محمد المزروعي من خليص. في سؤاله الأول يقول: أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل منذ 4 أعوام والحمد لله، وهذا الشلل في النصف الأسفل من الجسم من بداية البطن إلى أسفل القدمين، ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة. وسؤالي هنا في الصلاة: كيف أصلي؟ فأنا إذا صليت قد يخرج مني ذلك وأنا لا أعلم به، خصوصا وهناك أجهزة معلقة بمجاري خارجية أقضي حاجتي عن طريقها وهي معلقة في جسمي، وقد يخرج منها من دون إحساس أو شعور مني بذلك، وأنا الآن أصلي، فهل صلاتي بهذه الحالة التي ذكرتها صحيحة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله لك الشفاء والعافية مما أصابك. وأما ما سألت عنه من حكم صلاتك مع خروج الخارج من السبيلين وأنت لا تشعر به ولا تستطيع حبسه، فصلاتك صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا هو منتهى استطاعتك. ولكن عليك ألا تتوضأ إلا عند الصلاة، عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت تتوضأ ثم تصلي في الحال، وتنهي صلاتك ولو خرج منك الخارج، لأنك لا تستطيع أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا يسأل عن الوضوء، يقول: من ناحية الوضوء للصلاة كيف يكون وضوئي لها وأنا كما أسلفت الجزء الأكثر من الجسم مشلول، وإذا أردت الاغتسال يكون شاقا علي، وأكثر الأوقات ليس عندي من يحضر لي الماء أو يقوم بغسلي أو توضئتي، وأنا الآن أصلي كما أسلفت بدون وضوء، فأفتوني جزاكم الله كل خير، هل صلاتي صحيحة أم لا، وإلى ماذا ترشدوني؟ إذا كنت تستطيع الوضوء ولو بالإعانة فإنه يجب عليك أن تتوضأ، ولو أن تستعين بمن يحضر لك الماء ويصبه عليك على أعضائك. أما إذا كنت لا تستطيع هذا فيكفي أن تتيمم بالتراب، يعني يحضر عندك تراب طهور، فإذا حان الوقت وأردت أن تصلي وليس عندك من يعينك على الوضوء أو يأتي لك بماء فإنك تتيمم بهذا التراب وتصلي على حسب حالك، الله أعلم. إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء دون بعض فهل يلزمه غسلها مع التيمم؟ نعم، يغسل ما يستطيع ويتيمم عن الباقي، ويتيمم عن الباقي. إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء ويعجز عن غسل الباقي فإنه يغسل ما يقدر عليه ويتيمم عن الباقي. بارك الله فيكم. أيضا له سؤال حول قراءة القرآن، يقول: أحاول قضاء وقتي في قراءة القرآن الكريم ولكنني أتلعثم كثيرا في قراءته وعندي كثير من الأخطاء في القراءة، فهل علي إثم في ذلك؟ وأيضا أثناء قراءة القرآن والأحاديث والأدعية تخرج تلك الأجهزة المعلقة في جسمي لقضاء حاجتي عن طريقها، تخرج عن مكانها فأضطر لإعادتها بيدي، وبعد ذلك أحاول رفع المصحف الشريف أو تطبيقه، فهل أنا آثم بذلك؟ أما قراءة القرآن فإنك تقرأ القرآن على حسب حالك، ولكن إذا كان عندك خطأ في القراءة فإنه يجب عليك أن تعدلها وأن تطلب ممن هو أحفظ منك القراءة وأتقن أن يعدل لك القراءة وتتعلم عليه ما يلزم إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فإنك تقرأ على حسب استطاعتك ولو مع المشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فلا تترك القراءة، لكن مهما أمكنك أن تصلح أخطائك فإنه يجب عليك ذلك. أما من ناحية مس المصحف فلا يجوز لك مس المصحف وأنت على هذه الحالة التي تذكر أن الحدث يخرج باستمرار من غير شعور منك، أن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر، ولكن عليك أن تتلقى القراءة من غيرك وأن تستمع إلى من يقرأ، أو تتخذ من الأشرطة المسجلة من القرآن والمصحف المرتل ما تسمع منه القرآن وتستفيد منه، هذا الذي أراه لك
أما مس المصحف فلا يجوز لك وأنت على هذه الحالة، ولكن لا بأس أن تقرأ من حفظ، تقرأ ما تحفظه من السور، ولا بأس أن تذكر الله عز وجل بأنواع الأذكار الواردة، ولا بأس أيضا أن تقرأ الأحاديث النبوية. إنما الذي يمنع هو مس المصحف بدون طهارة، وبإمكانك أن تستمع إلى قارئ ممن يحضر عندك، أو أن تستمع إلى المصحف المسجل. والله تعالى أعلم. له سؤال أخير عن الصيام، يقول: ماذا علي أن أفعل وأنا بهذه الحالة بالنسبة للصيام الواجب؟ الصيام لا علاقة له بخروج الحدث، أنت تصوم وصيامك صحيح ولو خرج منك الخارج، ما دام أن الصيام لا يشق عليك مشقة كبيرة، تستطيع الصيام والصبر عن الطعام والشراب، فإنه يجب عليك أن تصوم. وأما خروج الخارج والشلل وما ذكرت، هذا لا يؤثر على الصيام. نعم. هذه رسالة من السائلة أوفار عارف من العراق، محافظة نينوى، تقول: علي صيام شهرين ونصف من رمضان ولا أستطيع أن أصوم لأنني مصابة بمرض المعدة، وقد استشرت طبيبا أخصائيا فقال لي لا ينبغي لك الصوم، فماذا علي مع هذه الحالة؟ أفيدوني، شكر الله لكم. إذا كنت لا تستطيعين الصيام لا أداء ولا قضاء بسبب مرض مزمن، قال الأطباء إنه يتعذر معه الصوم أو يشق معه الصوم مشقة غير متحملة أو يضاعف المرض ويزيد فيه، فإنك يجب عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، ويكفي هذا عن الصيام. فإن شفاك الله بعد ذلك وقدرتي، إنك تقضين ما فات، وإن استمر هذا فإنه يكفي الإطعام، أن تطعمي عن كل يوم مسكينا ومقداره نصف صاع من البر أو غيره بعدد الأيام، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عين ألف جيم من السودان، يقول: أنا شاب أريد أن أتزوج وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا، فأخبرت والدي وأمي بذلك فرفض هذا الزواج، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة، ولكن والدتي قالت لي: إذا تزوجت هذه الفتاة لن أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا تواصلنا أبدا، وكذلك بقية إخواني ووالدي كذلك رفضوا، وأنا لا أدري لما رفضوا زواجي ومنها، فلم يظهر لي منها ما يمنع، وأنا على إصرار شديد، فهل علي إثم إن تزوجتها أو يعتبر هذا عقوقا وعصيانا لوالدي؟ أفيدوني، ماذا أفعل؟ أتزوجها أم أتركها؟ ما دام أنه قد أجمع والداك وإخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة، فإنه لا ينبغي لك أن تتزوجها، لأنهم يعلمون منها ما لا تعلم، وهم من أنصح الناس لك وأرفق الناس بك، فلولا أنهم يعلمون منها شيئا لا يناسب لما منعوك من زواجها، خصوصا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما، فلا ينبغي لك أن تتزوج هذه المرأة، وقد حذروك منها ونصحوك الامتناع من الزواج بها، والنساء كثير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فطاعة والديك وإخوانك هذا خير لك من ناحية، والناحية الثانية أنهم أنصحوا لك من غيرهم، فربما أنهم يعلمون من هذه المرأة ما لا تعلمه من الخصال التي لا تتناسب ولا ينبغي أن تتزوجها، فإن النساء كثير، وطاعة الوالدين والإخوة فيها الخير إن شاء الله. هذه رسالة من المستمع خ ميم عين تشادي الجنسية مقيم بليبيا، يقول: ذهبت إلى إحدى الدول الأوروبية وكان الوقت آنذاك في شدة البرودة، ولأنني لم أحصل على تأشيرة دخول لتلك الدولة حجزت في المطار لمدة 6 أيام من قبل سلطات تلك الدولة، ولكني خلال تلك الأيام الستة لم أكن أصلي نظرا لبرودة الجو وبالتالي برودة الماء الشديدة وعدم توفر الصعيد الطاهر للتيمم منه، وبقيت حتى رجعت إلى البلد، ثم قمت بقضاء جميع ما فاتني من صلوات خلال تلك الأيام، فهل علي إثم في فعل هذا؟ وماذا كان يجب علي أن أفعل؟ أفيدوني، وفقكم الله. أخطأت في تركك الصلوات يعني الفترة التي ذكرتها، لأن المسلم لا يجوز له أن يترك الصلاة، ولكنه يصلي على حسب حاله، فإذا قدرت أن تتوضأ بالماء وجب عليك ذلك، وإذا كنت لا تقدر على الوضوء بالماء لعدمه أو
لما ذكرت من شدة البرودة غير المحتملة وليس عندك ما تسخنه به، فإنه يجب عليك أن تتيمم بالتراب وتصلي، وإذا لم يكن عندك تراب فإنك تصلي على حسب حالك ولو بدون ماء وبدون تراب. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمسلم إذا دخل عليه وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، إن كان يستطيع الوضوء توضأ، وإن كان لا يستطيع الوضوء عدل إلى التيمم بالتراب، إذا لم يكن عنده ماء ولا تراب صلى على حاله بدون ماء وبدون تراب. على أن الصعيد لا يختص بالتراب، فلو كان عندك مثل جدار عليه غبار طاهر، أو حصير عليه غبار طاهر، أو مثلا البلاط وعليه غبار طاهر وضربت عليه وتيممت، كفاك هذا، فلا يتعين التراب بالتيمم، وإنما المطلوب وجود الغبار الطاهر، سواء كان على تراب أو على حجر أو على جدار أو على حصير أو غير ذلك، الله أعلم. وما دمت قد قضيت الصلوات التي تركتها فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويتقبل منك، لكن في المستقبل وأنصح للسامعين أن يحرصوا على الصلوات الخمس وأن يؤدوها في أوقاتها على حسب أحوالهم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل صديق الأمين طه، مواطن بالسودان. يقول: أنا رجل أعمل بالتجارة منذ 7 سنوات، وفي نهاية كل سنة كنت أقوم بجرد محتويات المتجر ثم أقوم بإخراج الزكاة، والآن عزمت على ترك هذا العمل وبقي لي ديون عند بعض الناس، فهل يجوز أن أتركها عندهم على اعتبارها زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. ترك الديون لا يجزي عن زكاة المال الذي بيدك، المال الذي بيدك لا بد أن تزكيه وتخرج زكاته منه أو من غيره مما تحصل عليه. أما الديون فإن زكاتها فيها، فإذا كانت هذه الديون على أناس موسرين وباذلين فإنه يجب عليك أن تزكيها كل عام سواء قبضتها أو لم تقبضها. أما إذا كانت الديون على معسرين وتخشى أن لا تأتي ولا تحصل عليها فإنه لا يجب عليك زكاتها إلا إذا قبضتها، زكيها لعام واحد إذا قبضتها عن الديون على المعسرين التي يخاف من عدم الحصول عليها وعدم قدرتهم على التسديد. أما الدين الذي على ملي وقادر على التسديد فإنه يجب على صاحبه أن يزكيه كل عام سواء قبضه أو لم يقبضه. لو حصل اتفاق مع هذا الشخص المليء والمدين على أن يزكيه عن هذا المال، هل يصح هذا؟ لا يكفي هذا، بل هو يزكي ويدفع صاحبه الزكاة، صاحب المال هو الذي يزكيه. نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة زاء عين نون من الرياض. والدتي رحمها الله مرضت قبل وفاتها مرضا شديدا إثر سقوطها على رأسها سقوطا شديدا أدى إلى إصابتها باختلال عقلي لمدة 1 سنة كاملة، ولذا لم تستطع أداء فريضتي الصيام والصلاة. فأرجو إفادتي، هل يجب علي أن أقوم بالقضاء عنها أو الكفارة أو أي عمل آخر ترشدوني إليه؟ حفظكم الله وسدد خطاكم. إذا كانت بالصفة التي ذكر السائل بأنها مختلة العقل، تركت الصيام لأنها مختلة العقل والشعور بسبب الإصابة، فهذه لا صيام عليها ولا تكليف عليها لأنها زائلة العقل، والتكليف والصيام والعبادة إنما تجب على العاقل البالغ، فلا صيام على هذه المصابة التي ماتت بإصابتها وهي مختلة العقل وزائلة الشعور. أما إذا كان معها عقلها ومعها شعورها ولكنها أثرت عليها الإصابة حتى ماتت، فإن الصيام لا يسقط عنها. فإذا كان لها تركة فإنه يخرج من تركتها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي تركتها، وإن تبرع أحد من أقاربها وأطعم عنها أو صام عنها فإنه يرجى أن ينفعها ذلك. هذا إذا كانت غير زائلة العقل في المدة التي تركت فيها الصيام، أما إذا كانت مختلة العقل وزائلة العقل فليس عليها صيام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. في حلقتنا اليوم من المستمع علي أحمد حبش أو حبشي من جمهورية مصر العربية. يقول: استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها، وبعد مضي 20 عاما طلب أصحابها من المستأجر شراء الأرض فلم يستطع شراءها،
فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حين ذاك لأنها مؤجرة، فأخذها المشتري على أن له نصفها، فهل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا النصف أو يأخذ خلو رجل ويتركها؟ أفيدونا أفادكم الله. المستأجر ليس له استحقاق في هذه الأرض إلا المدة، مدة الإجارة، فله حق فيها، إن شاء استمر في استنفادها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة، وإن شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الآخر، فليس للمستأجر إلا بقية المدة التي استأجر الأرض فيها، إن شاء استوفاها بنفسه أو بنائبه، وإن شاء تصالح مع صاحب الأرض أو مشتري الأرض وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة. أما أن يصبح شريكا لصاحب الأرض بموجب الإجارة فهذا غير سليم. نعم. وعن إمكانية أخذه خلو رجل كما يسمي، يعني معاوضة عن بقية بقية المدة، لا بأس بذلك لأن الحق له في ذلك، فإذا تصالح على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الأرض للمشتري فلا بأس بذلك لأن الحق لهما.